اديني نمره اللي اسمه شربل ده. ليه؟ هو ايه اللي ليه؟ عاوز انا اقف اتفرج عليكي وانت بتغرقي يعني؟ مش هسمح لك يا حسام تطلعني صغيره في عيون الناس. يا بنتي انا بحميكي. كفايه بقى يا حسام كفايه. هو ايه اللي كفايه؟ انت مراتي. لا والله كنت افتكر ان مراتك يوم توقيع العقد في المطعم لما سبتني ومشيت خدت ابنك وجريت. ده لولا جو روماني الغريب اللي انا ما اعرفوش بعتني مع السواق بتاعه كنت اتبهدلت في الشوارع كالعاده. ما كفايه بقى الاسطوانه بتاعت ابني دي. هو فين ابني ده؟ ها؟ ما مشي. مشي ومش راجع تاني. بناء عن اوامر جنابك. مش ده اللي انت كنت بترسمي له من الاول وعاوزاه؟ اهو حصل. بتجيبي في سيرته ليه؟ عايزة منه ايه تاني؟ ما تسيبيه في حاله بقى. انا اساسا كل ما ابص في عينيك بحس عينيك بتقول ان انا السبب. كنت عارفة انك مش هتنسى. اكيد مش هنسى. الرقم والعنوان. لا بقى يا حسين مش هديك للرقم ولا العنوان ومش هسيبك تضيع عليا الفرصة دي. فرصة ايه؟ هو انت هبلة؟ عبيطة؟ بعد كل اللي انا قلتولك ده وتقوليلي فرصة؟ لو كان في فرصة بجد أنا اللي هجيبها لك. متشكرة يا سيدي، مش عايزة منك حاجة. كده برضو؟ يا بنتي أنتِ مش فاهمة حاجة خالص. صح، أنا مش فاهمة حاجة خالص. سيبني يا أخي، سيبني أتعلم من تجربتي فيها حاجة دي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله. يا بنتي انا بوفر عليكي التعب والذل والمصايب، ما تفهمي بقى؟ انت اساسا مش عايزني انجح، مش عايزني ابقى كاتبه. هو ده اللي انت بترسم له من زمان، وانا فاهمه وحاسه وشايفه، بس مش هسمح لك يا حسين، مش هسمح لك تدمر حلمي. فرح القديمه دي ماتت خلاص، لقدامك دي فرح جديده خالص، فرح اللي تعرف تاخد حقها وتدافع عن نفسها كويس قوي. اوكي تمام، بس ساعتها هتتحملي انتي النتائج كلها ولوحدك عن اذنك. جرى ايه؟ ايه اللي بيحصل معاكوا؟ ليه؟ هو انتي ما سمعتيش كعادتك يعني؟ لا ما سمعتش حاجة، صوتكم كان واطي. والله لا معلش متأسفين جدا، هنبقى نعلي صوتنا المرة الجاية. اتفضلي اتفضلي كملي خراب البيت، اتفضلي. لسه هنا. المذاكرة خدت مني وقت طويل قوي. يا ساعة كام؟ يا نهار ابيض انا اتأخرت جدا. ده كرم لوحده في البيت. أكيد زمانه نام من بدري. يا حبيبي تلاقيه نام طبعا زي عويله من غير عشا. وأنا كمان لسه متعشتش. أنا تعبت قوي بصراحة، مش عارفة أعمل إيه. مش عارفة أوفق ما بين شغلي وما بين كرم. ما أنا قلت لك من زمان. سيبيلي نفسك. وأنا هريحك. إيه ده؟ مالك يا عادل فيه؟ ولا حاجة يا حبيبتي. أنا حاسس إنك محتاجالي زي ما أنا محتاج لك بالظبط. أنت بتهزر يا عادل؟ هو أنت ليه مصرة تبعديني عنك؟ هو أنت من ست عايشة لوحدك وأنا كمان راجل عايش لوحدي. إيه بقى المشكلة لو عشنا لحظة حلوة ننسى فيها همومنا ومشاكلنا؟ هموم إيه ومشاكل إيه ولحظة حلوة إيه؟ عادل أنت عارف كويس قوي إن أنا ست مش بتاعت الكلام ده. هو أنت مش بتحبيني زي ما بحبك؟ إيه يا عادل ما يصحش الكلام ده؟ ليه ما يصحش؟ هو انت مش ست ومحتاجه راجل؟ انت ليه مش حاسه بيا؟ عادل انا حاسه بيك بس برضه لازم الاحساس ده يبقى في الحلال مش كده ولا ايه؟ انا محتاج لك قوي. عادل اطلع بره. انا اطلع بره يا عادل. اطلع بره احسن لك. اطلع بره، انا بجد مظلومه فيك. بره. امال كنت بتسهري معايا ليه؟ وترقصي معايا لحد الصبح؟ احنا كنا متفقين ان احنا نرتبط ارتباط رسمي مش كده؟ ما انا قلت لك 100 مره نتجوز. كل مره تقولي لي مش دلوقتي مش دلوقتي مش دلوقتي. قلت خلاص تلاقيها حابه شكل العلاقه دي ومش عايزه ترتبط.
أنا يا محترم أنا أم. عارف يعني إيه أم؟ يعني شرف ابني وسمعته وكرامته فوق أي حاجة في الدنيا. وإن كنت خرجت معاك يا محترم زي ما أنت بتقول فده علشان أنت وعدتني بالجواز. جواز؟ جواز إيه؟ فوق يا هانم، هو أنا مجنون عشان أجيب لي عيالي مرات أب مجنونة زيك؟ ده أنت مش عارفة تربي ابنك. اطلع برا، اطلع برا. يا